بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. نرحب بزوار موقع ريادة المستويات مرة أخرى في تصحيح تمرين المقترح في الفقرة الأولى من موسم 2016-2017 حول درس مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية ومبادئ في الحسابيات للجذع مشترك علمي. إذا غنبداو على بركة الله نصحوا هذا التمرين هذا. إذا السؤال الأول قالنا حدد الأعداد الصحيحة الطبيعية بالأعداد التالية. صحيح طبيعي، مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية هي أن، دونك عرفناها، هي ان، غير هذا غير رفع الوساخ، هي ان صفر واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة إلى غير ذلك. أي عدد نقدر نكتبه بهذه الأشكال، واحد ولا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة، راه عدد صحيح طبيعي. إذا كيفاش نبين أن هذا عدد صحيح طبيعي؟ نجيب ورقة الوساخ، غادي ندير جذر 16 شحال كتساوي؟ دابا نخدمها في الوساخ، شحال كتساوي؟ جذر 16 هي أربعة، واش أربعة صحيح طبيعي؟ نعم هو. مثلا إلا قلنا جذر 9 شنو كتساوي؟ هي 3، كذلك صحيح طبيعي. مزيان، جذر 3، جذر 3 راه كيساوي الا حسبته بالآلة حاسب غنلقى شي عدد فيه الفاصلة، اذا ماشي صحيح طبيعي. بي كذلك فيه الفاصلة، اذا ماشي صحيح طبيعي. ناقص 8 على ناقص 2، غادي نشوف ناقص نمشي مع ناقص 8 على 2 هي 4، اذا 4 كاينه في المجموعه، اذا صحيح طبيعي. 12 على 3، 12 على 3 4، كذلك صحيح طبيعي. جوج فاصلة خمسة فيه الفاصلة، هذا بلا ما نحسبه راه محسوب فيه الفاصلة، إذا ماشي صحيح طبيعي. 77 صحيح طبيعي لأن ما فيه لا فاصلة لا والو. إذا الجواب ديالنا الأعداد الصحيحة الطبيعية هي 77 و جدر 16 و ناقص 8 على ناقص 2 و 12 على 3. إذا هادو كلها أعداد صحيحة طبيعية. علاش؟ لأن نقدر نكتبها بهاد الأشكال، صفر ولا واحد ولا زوج ولا ثلاثة ولا، المهم الشكل بحال هاد الأشكال هاد. إذا نشوفوا السؤال الثاني، بين انه لكل عدد صحيح طبيعي بي العدد 8 بي زائد 7 عدد فرضي. اذا شوف الله يرضي عليكم، كيفاش نبين انه واحد العدد عدد فرضي؟ خصني نكتبه على شكل 2 ك زائد 1، وحيت ك خص تكون ك كتنتمي الان. الى بينت هذا الشيء هذا راني بينت انه عدد فرضي. مزيان، غادي نحاول نخدم ديريكت، لان بعض المرات ما نخدمش ديريكت، كنفترض ان بي فرضي او زوجي ياك، ولكن دابا نخدم ديريكت، ندير جوج غادي نوضح لكم لدينا الهدف نوصل لهذا الشكل بحال هذا الديكور هذا. خصني نعمل بزوج وشيط لي واحد باش يكون فرضي، لو كان قال لي زوجي خص يكون غير زوج، كهذا الواحد ما خصوش يبقى. مزيان، اذا غادي نحسبوا 8 بي زائد 7 شنو تساوي؟ 8 بي نقدر نعمل بزوج، هي زوج في 4 بي، زائد 7 هي 6 زائد 1. علاش؟ لان 7 ما نقدرش نعمل بزوج، باش نعمل بزوج نخرج 6 ونخرج الواحد، تساوي 6 هي 2 في 3 يعني 2 في 4 بي زائد 2 في 3 اللي هي 6 زائد 1 تساوي. الوغ نعمل هنا بالزوج، هي زوج هي زوج، نعمل بزوج لان عندي زائد، وراه هادشي كلشي راه كاين فيديو اللي كنشرح فيه الدرس. اذا نعمل بالزوج شنو تبقى هنا؟ تبقى 4 بي زائد، وهنا تبقى 3، وهذا الواحد يبقى شايط غير بوحده وعليه كنقلبها هو. شفتوه؟ مزيان، اذا الى وضعنا تساوي 4 بي زائد 3، يعني الى وضعنا ك يساوي هذا العدد، هذا هو ك، شنو تولي لنا هذه؟ 8 بي زائد 7 اش كتساوي؟ كتساوي 2 ك زائد 1. الوغ انا واش نقصني دابا نبين؟ بينت الاول هاي 2 ك زائد 1، انا كتبتها هذه، راني كتبتها بهذا الشكل، خصني نبين ان ك ينتمي الان. مزيان، يعني ك عدد صحيح طبيعي، هذا الك ها هو بي ينتمي الان، و4 ينتمي الان. شوفوا ولدي مزيان ولا بنتي، راه الفيديو الاول مهم تاع الدرس. الا كان عندي واحد العدد صحيح طبيعي مضروب في عدد صحيح طبيعي راه يعطيني عدد صحيح طبيعي، انا قلتها في الفيديو تاع الدرس، بدا عددان صحيحان طبيعيين وعدد صحيح طبيعي، يعني 4 بي راه عدد صحيح طبيعي ينتمي الان. شفت هذه؟ ممكن نكتب هذه الكتابه، ممكن نكتب مثلا ان ينتمي الان، هذه كتعني تكافئ ان عدد صحيح طبيعي. صافي غير باش تعرفوا شنو كندير هنا. صافي الوغ ها راني بينت انا 4 بي، و واش 3 صحيح طبيعي؟ نعم 3 ينتمي الان. واحد القاعده عاود قلناها ولا واحد الخاصيه، قلنا مجموع عددان صحيحان طبيعيان هو عدد صحيح طبيعي، اذا هذا عدد صحيح طبيعي هو كينتمي الان، وهذا عدد صحيح طبيعي هو كينتمي الان، اذا 4 بي زائد 3 كينتمي الان، يعني راه عدد صحيح طبيعي، أي
الآن شكون هو؟ هو كا ينتمي الآن، يعني كعدد صحيح طبيعي. ألور هانت راني بينت أن 8 بي زائد 7 كيساوي 2 كا زائد 1، وبينت أن كا ينتمي الآن. إذا الاستنتاج الأخير، إذا 8 بي زائد 7 عدد فردي، حقاش كيتكتب بهذا الشكل 2 كا زائد 1. نستمر السؤال الثالث، بين أنه إذا كان كي عدد فردي فإن كي أوسيتنا زائد كي عدد زوجي. مزيان، ألور شنو المعنى ديال كي عدد فردي؟ لدينا يعني شنو المعنى ديال الفردي؟ يعني أنه كيساوي 2 كا زائد 1، حيث كا عدد صحيح طبيعي. مزيان، كي ندير بين أنه زوجي خصني نكتبو على شكل 2، مادام كا خدمنا بها غندير مثلا ال، المهم 2 في عدد، وهذا ال هذا ال ينتمي الى ان. اذا الهدف ديالي دابا باش نبين انه زوجي خصني نكتبو على شكل 2 في شي عدد، بحيث داك العدد كينتمي الان. مزيان، اذا واش غنديرو؟ يعني نبداو نحسبو دابا اش كيساوي. الوغ هذا هو 2 كا زائد 1 وستنان زائد 2 كا زائد 1. اذا غنشر هنا 2 كا الكل وستنان هي 4 كا وستنان، زائد 2 في 2 كا هي 4 كا، في 1 هي 4 كا، زائد 1 زائد 2 كا زائد 1. اذا الى حسبنا نلقى 4 كا اس 2 زائد 4 كا اس 2 كا هي 6 كا زائد 1 و 1 هي 2. اذا نعمل بالزوج، لان انا زوج وانا زوج وانا زوج، نعمل بالزوج. شنو تبقى؟ انا تبقى 2 كا اس 2، انا تبقى 3 كا، انا تبقى 1. نعمل بالزوج، الور نضع هذا العدد هذا 2 كا اس 2 زائد 3 كا زائد 1 يساوي ال، اي الا كان يساوي ال يعني هذا كيو اس 2 زائد كيو شنو تساوي؟ هذا هو ال، هذا هو ال، يعني 2 ال كتساوي 2 ال. الوغ شنو خصني دابا؟ بينت ان هذا العدد كيساوي 2 ال، خصني نبين ان ال كينتمي لان، و كا راه قلنا كا كينتمي لان، كا ينتمي لان. الا كان كا ينتمي لان، كا اس 2 واش ينتمي ولا لا؟ شنو قلنا في الفيديو ديال الدرس؟ ان جداء عددين صحيحين طبيعيين هو عدد صحيح طبيعي. مزيان، يعني كا صحيح طبيعي، يعني كا في كا اللي هما عدد صحيح طبيعي راه هو عدد صحيح طبيعي، يعني كا اس 2 كينتمي الان، وكذلك الزوج راه تنتمي الان يعني صحيح طبيعي، يعني الزوج في كا اس 2 حتى هو غادي يكون صحيح طبيعي، و3 كا حتى هو صحيح طبيعي. هذا يعني المجموع غيكون صحيح طبيعي، يعني المجموع اللي هي 2 كا اس 2 زائد 3 كا كذلك صحيح طبيعي، يعني ينتمي الان. متفقين؟ هذا كامل ينتمي الان، اي واحد صحيح طبيعي، الا زدنا الواحد لهذا غيعطينا صحيح طبيعي. 2 كا اس 2 زائد 3 كا زائد 1 راه صحيح طبيعي، اي شكون هو هذا؟ هذا هو ال، ال صحيح طبيعي. اذا هانت بينا ان هذا العدد كيساوي 2 في هذا العدد، يعني راه كي اس 2 زائد كي عدد زوجي. مزيان، اذا نتمنى لكم التوفيق، ونتلقاو في الفيديو الثاني، الى اللقاء. لا تبخل علينا بالضغط على زر الاعجاب، ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا، ثم ارسال الفيديو الى اصدقائك عن طريق ازرار الموقع الاجتماعي الموجودة هنا. الى اللقاء.